ازيكم يا مواليد برج الثور، انا مريم. توقعات برج الثور ليوم السبت 20 نوفمبر تشرين الثاني 2021. اليوم هو فرصة جيدة لشعورك بالمزيد من السكينة والاطمئنان. حاول قضاء وقت ممتع مع اقربائك والمقربين منك بعد مرورك بالعديد من الضغوط والارتباكات. مهنيا، قد تتعرض لضغط اليوم بسبب عدم اهتمامك بالعديد من التفاصيل الهامة في مجال عملك، فحاول انجاز المهام المطلوبة منك جيدا. عاطفيا، عليك الاستمتاع بلحظات حياتك مع الحبيب، وحاول قضاء وقت ممتع معه وتجنب حدوث اي مشاكل بينكما. صحيا، اهتم بصحتك تجنبا لحدوث اي امراض خاصة بالمعدة، حاول اختيار اكل صحي ومناسب لك. توقعات برج الثور للرجل: لا تفكر في العقبات بل فكر كيف تتغلب عليها، وحاول ان تجعل كل ما هو سيء حسن، هذا بالتفكير بالجيد. دائما وابدا عالج الامور التي تحتاج الى العلاج اليوم وليس الغد. كل تقدم تحرزه في حياتك المهنية يأتي على حساب حياتك العاطفية والاجتماعية، لذلك سيكون من الجيد أنك تبدأ في علاج كل هذا. فانتبه لما يحدث قبل فوات الأوان، ولا تجعل جانبا من حياتك يسيطر على الآخر. توقعات برج الثور للمرأة: كوني متفائلة ومشرقة على الحياة، فالحياة يجب أن تستغلي كل شيء بها، القبيح والجميل، وتعاليه لتحيين حياة سعيدة وتكونين سعيدة. فالحياة يجب أن نحياها، فهي حياة، فاجعلي نفسك تشعرين وتتمتعين بكل حرف بهذه الكلمة. من ناحية تانية، لديك الكثير من الطاقة اليوم يا امرأة الثور، استغليها للاستمتاع بأمسية رائعة مع محيطك. وبكده بنكون وصلنا لنهاية التوقعات. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني باللايك، ولو لسه ما اشتركتوش انتوا مستنين ايه؟ اضغطوا على الاشتراك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معايا. انا بكبر بيكم ومعاكم.